بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. هناخد آخر قضية ساخنة من القضايا اللي انشغلتنا في المؤتمر، لأن القضايا دي ما زالت شغلة ناس كتير، فإحنا كشعب على الأقل نبقى دريانين عشان لما نسمع حاجة غريبة نبقى عارفين نرد عليه. لو أنتوا واخدين بالكم، إحنا كان أول برزنتيشن عن هو ليه حاصل شوية بلبلة، حللنا الموقف إيه الأسباب وإيه الخطورة وهنرجع لإيه. وقلنا مرجعيتنا دايما الإنجيل بعهديه، وقلنا مرجعيتنا الليتورجية صلوات الكنيسة، وقلنا مرجعيتنا أقوال الأباء بإجمعها مش بفرديتها وترجمة سليمة. أربعة قلنا قوانين المجامع، وأخيرا قلنا دراسة التاريخ. الحاجات دي تخلينا نقدر نرصد أي تعليم غريب ونوقفه ما نتأثرش به. لكن احنا في المؤتمر ده ما خدناش غير واحد واثنين، رجعنا للإنجيل والليتورجي، لأن الباقي ممكن يحتاج إلى دراسات أطول من كده. خدنا قضية من القضايا في الأول، العقوبة، هل هناك عقاب أو عقوبة؟ تأكدنا من لغة الإنجيل ومن صلوات الكنيسة أيوة في عقاب وفي عقوبة وفي دينونة وفي عدل إلهي وفي قضاء إلهي، ودي كلمات كتابية ومفاهيم مستقرة في الكنيسة 2000 سنة. فاللي يطلع يعلم ان ربنا لا يعاقب احد ده تعليم منحرف عن الكنيسة. بعد كده خدنا كمان قضية هل في قانون في العهد الجديد ناموس ولا اللو ده يخص العهد القديم بس. تأكدنا انه كلمة ناموس جاية في كلام العهد الجديد، وان المسيح ما لغاش اللو، لما جئت لأنقض بل أكمل، وحط بنود جديدة في الشريعة المسيحية، وأصبح المسيح في منظرنا حسب الليتورجية مشرع شريعة الكمال. ناموس الكامل ده في لغة يعقوب القديس يعقوب، أو ناموس المسيح اللي قررها القديس بولس في أكتر من آية. بعد كده رحنا لقضية أخرى اسمها التأله، وقلنا أن الكلمة موجودة في لغة الأباء لكن كنيستنا مش بتستخدمها تخوفا من الشطط والشطحات المرتبطة بالكلمة دي، لأنه أول يعني محاولة من الشيطان كانت في الحتة دي، تصيران مثل الله. فمن هنا الكنيسة واخدة تحفظ على الكلمة دي بالرغم أنها كلمة أبائية، لكن كنيستنا بتستخدم البدائل، بمعنى إيه؟ الاتحاد بالله، شركة الروح القدس، البنوة، صرنا أولاد الله، التشبه بالمسيح. كل الكلمات دي هي تفيد معنى التأله زي اللي قصدوه الأباء. أما التأله لو بقى زاد بمعنى الواحد اتهيأ له أنه هيتسوى بالمسيح، ده أكيد ده مرفوض تماما في الفكر الأرثوذكس. خدنا كمان قضية الفداء، وقلنا أن في ناس بتدعي أن الفداء كله ينصب في حتة واحدة بس، تجديد الطبيعة البشرية. لغوا فكرة انه دفع الدين والكفارة وان كان في عقاب شاله المسيح، ونادوا بحاجة اسمها ان البدلية العقابية مرفوضة. طبعا الكلام ده كلام غريب عن الكنيسة. ليه؟ المسيح جاء يموت عوضا عنا، واكدنا ان عنا مقبولة في الفكر الأرثوذكس، زي كلمة لأجلنا، مات بدلا عنا عوضا عنا، وأنه مات ليدفع ثمن خطايانا، وجبنا لها شواهد كتير وجبنا لها نصوص لترجية عشان نتأكد أن الفداء له أكتر من جانب. جانب الريليس، فاكرين؟ توريسكيو، نطلع من سجن الظلمة أو الخطية أو الموت أو الفساد. كمان جانب الريدمشن، توريديم، تكفير، توباي ذا دات، دفع الدين. جانب المصالحة، ريكونسليشن، حتى اشتغلنا على القرى عشان نحفظهم لو فاكرين، ان في مصالحة لان كان في عداوة، يبقى الفداء ما كانش مجرد رينيول، رينيول مظبوط طبعا، لكن ما نختصرش الفداء الصليب والقيامة كله بس في الرينيول، لا، كل ده مربط في بعضه. الغفران غرض من اغراض الفداء، دفع الدين، المصالحة مع السماء مع الله نفسه، وأخيرا تجديد الطبيعة اللي بيها نرجع أولاد الله ونورث السماء. فاتفقنا أنه كل ده في فكرنا القبطي الأرثوذكسي، ريليس، ريدمشن، ريكونسوليشن، أند رينيول.
خدنا كمان فكرة وراثة الخطية، إن كنيستنا 2000 سنة تؤمن أن هناك مفهوم اسمه وراثة الخطية، أننا ولدنا خطاة بالطبيعة، في الخطايا ولدتني أمي، وأن ده مش معناه ربنا ظلمنا، إحنا ننتمي لآدم، إحنا تبع آدم، آدم دخل الخطية وأخطأ الجميع في آدم، والمسيح رفع الخطية والفساد والموت وادانا نعمة الحياة الجديدة اللي بناخدها برضو مجانا ملناش فضل فيها. واضحة؟ وأكدنا أنه بأقوال أباء قديسين أنه ده موجود في تعليم كل الأباء، وليس كما يدعي البعض أن أغسطينوس قال دخل الفكرة دي. أغسطينوس ده قديس ويحترم جدا في تعليمه، لكن ده واحد من أباء كتير قوي سلمونا وأكدوا لنا أن احنا ورثنا الخطية والموت والفساد، الثلاث كلمات، لأن هم ساعات مع الفلسفة يقولوا لا بلاش خطية نحط فساد وموت، لا هم الثلاثة مرتبطين ببعض، وبالتالي لازم نعمد الطفل عشان تتشال الخطية الجدية أو الأصلية أو الأوريجينال سين. آخر نقطة عاوز أكلمكم فيها من القضايا الساخنة، وبرضو احتملوني لأن البعض يمكن مش حاسس بخطورتها، لكن هي ابتدت في أمريكا بالمناسبة، وما ابتدتش في الكنائس الأرثوذكسية، ابتدت في كنائس أخرى. أن بعض الناس، وإحنا قلنا من أهم أسباب اللخبطة اللي بتحصل أن محاولة الرد على الإلحاد، فالمحاولة لما بتطلع ضعيفة تبدأ التنازلات. لما لقوا أن بعض الملحدين بيسخروا من قصص الكتاب، زي بالذات بعض قصص العهد القديم، زي حكاية آدم وحواء، حكاية موسى والبحر، حكاية نوح والفلك، حكاية يونان والحوت، دي قصص يعني مجال سخرية من الإلحاد. فبعض المسيحيين اللي من طوائف أخرى قالوا إذن القصص دي مش حقيقية، دي قصص مجازية أو أسطورية، ومن هنا بدأت المشكلة. المشكلة دي بقالها 40 سنة على الأقل، لكن إيه عالية قوي آخر 3 سنين في جونا القبط، لأن تبناها بعض الناس للأسف ونادوا بيها. كلام ده مش موجود خالص في تاريخ الكنيسة 2000 سنة، مفيش حد من الآباء المعترف بيهم في الكنيسة الجامعة كان بيقول إن آدم ده شخص رمزي، ولا نوح دي حكاية بتاعت عيال، ولا موسى دي قصة مجازية. لا لا، كل الإنجيل وكل الكتاب اللي بعد الإنجيل اللي هم بنعتبرهم معلمي الكنيسة تعاملوا مع القصص كقصص حقيقية، بدليل أن المسيح نفسه زي ما هنشوف كان يذكر أشخاص هذه القصص، وذكر المسيح ليهم لا يحتمل أنه بيحكي حكايات مجازية. إيه الرمزية اللي في الإنجيل؟ لأن الناس بتخلط بين أن المسيح له بعض الأمثال اللي طبعا حكايات قد لا تكون حقيقية بالمعنى الحرفي، لكن هو نفسه بيقول إيه؟ طب أحكي لكم مثل. يبقى لما يقول مثل مش بالضرورة هنا هدور على الغني والعازر، عشان كده حتى ما اداش الغني اسم. ليه؟ لأن دي حكاية حكاها المسيح يقصد بيها معنى، ففي فعلا في جانب للرمزية في الكتاب، لكن مش كل الكتاب يؤخذ رمزيا أو مجازيا. طب في حدود للتفسير الرمزي، طب إيه هي المرجعية في الفهم؟ تعالوا نفهم. أولا الإنجيل خرج من بطن الكنيسة، دي حتة مهمة لازم نراجعها كل شوية. الإنجيل ما طلعش قبل الكنيسة، كنيسة العهد الجديد بدأت أولا ومش معها إنجيل مكتوب، مش كده؟ لأن المسيح بدأ بالرسل، عشان كده الإنجيل يقول مبنيين على أساس الرسل، ما بيقولش مبنيين على أساس الإنجيل. ليه؟ الرسل كتبوا الإنجيل، لكن الكنيسة عاشت بتعليم المسيح، تسليم المسيح للرسل 10 سنين، وبعدين الرسل ابتدوا قبل نهاية حياتهم يعملوا إيه؟ يكتبوا بوحي الروح القدس فيسجلوا تعليم المسيح اللي استلموه. إذن التقليد أو التسليم مرجع هام جدا في الفكر الأرثوذكس، لأن اللي بيقول إنجيل 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 بس هيفسروا على مزاجه، لا إحنا ما بنفهمش الإنجيل غير من الكنيس، لأن الكنيسة ولدت الإنجيل بالروح القدس.
عشان كده القديس بولس يقول أنا تسلمت من الرب ما سلمتكم. دي روح الجيل الأول للرسل، أن الحكاية تسليم، كل الكتاب موحى به من الله. يبقى احنا كمان ده لا يقلل أبدا أن ده وحي مقدس وده inspiration من ربنا. لا تساقوا بتعاليم متنوعة وغريبة، يبقى كل شوية بيحصل أن في تعاليم غريبة بتدخل تحاول تلخبط الناس. من الأزمات اللي لازم نستوعبها، والأزمة دي بقالها كتير لأن دي السولا سكريبتورا، دي أساس الفكر البروتستانتي. هم طلعوا ناقمين على تجاوزات الكاثوليك في القرن الستاشر، فقالوا احنا ما نعرفش غير الإنجيل، لا نعرف بطاركة ولا قديسين ولا كهنوت، احنا مرجعتنا الإنجيل بس. شكل الكلام حلو بس الكلام في جوهره خطر جدا. ليه؟ اللي خد الإنجيل بس النهاردة في زيادة عن 10,000 طائفة، في ناس بتقول 50,000. ليه؟ كل دول بيقولوا الإنجيل، طب أنهي واحد معاه حق؟ ده بيقول عكس ده. يبقى واضح أن الإنجيل فقط شكلها حلو بس هي خطر، لأن مين اللي هيشرح لي الإنجيل غير الكنيسة؟ وأقصد الكنيسة الأولى اللي استلمت من المسيح المعنى، اللي استلمت الحقيقة. لو ما كنتش أفهم الكنيسة فهمت الإنجيل إزاي، يبقى أنا هفسره بدماغي وهلخبط الدنيا. عشان كده القديس بولس له تعبير غريب كده شوية في غلاطيا واحد بس مفيد قوي الأيام دي في رأيي: أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذي دعاكم بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر. هو أنت من ساعتها في إنجيل آخر؟ هو على طول يصلح ويقول إيه؟ ليس هو آخر. يبقى المشكلة مش أن النص اللي في إيد الطائفة دي غير النص اللي في إيدي، لا، هو النص واحد، لكن الانتربريتيشن، التفسير، الاستنتاجات اللي عنده غير خالص الاستنتاجات اللي عندي. واضحة الفكرة؟ ومن هنا تأتي الانقسامات والانشقاقات والبدع وكل ده. فهنا القديس بولس بيقول، على فكرة كلمة إنجيل اللي يقصده هنا ما كانش كتاب، كان الخبر اللي هو التروث، العقيدة، الحقيقة اللي بتعلنها الكنيسة. يوجد قوم يزعجونكم، ده اللي حاصل فعلا اليومين دول، ويريدون أن يحولوا pervert the gospel of Christ. perversion اللي هو يعني يحودوها كده، أو deviation يعني. لو بشرناكم إحنا أو ملاك من السماء، يعني ما تقوليش فلان ده أصله ده كاهن، معلش حبيبي ده حتى لو ملاك وقال كلام غير اللي إحنا استلمناه وعايشين بيه 2000 سنة، فليكن أناثمة. أناثمة دي كلمة جديدة جدا، محروم، أو أحيانا تفسر أنه ملعون، أناثمة. وعدها تاني لألا حد يفتكر انفعل وقالها مثلا، قال كما سبقنا فقلنا أقول الآن أيضا، إن كان أحد يبشركم في غير ما قبلتم فليكن أناثمة. يبقى accursed حتى في الإنجليش مترجمة كده، لكن هي اتحطت في أناثمة، مش كلمة عربي طبعا، لكن الأناثمة دي من كتر ما هي كلمة كانت معروفة، لأنه مثلا كيرولوس الكبير له حاجة اسمها مجموعة الأناثمس، اللي هي الحرمات اللي جت على تعليم النصاطرة في وقته. نقطة كمان في الموضوع، أمثال المسيح فين في القصة؟ لا، لما يقول المسيح مثل وبدون مثل لم يكن يكلمهم، ما تخلطش الحكايات اللي بيحكيها المسيح ويقصد بيها معاني عن قصص حقيقية فيها أشخاص حقيقية. وظنكم كلكم كشعب أول ما تسمعوا حكاية مثلا يونان، محدش فيكم اعتبرها مثل، هي بناخد منها معاني براحتنا، لكن هي حكاية حقيقية historical. لكن الأمثال it's not historical، هي معاني المسيح بيوصلها عن طريق الحكايات. ففي ناس بتخلط بين المعنيين. لما يقول في كنز مخفي في حقل، هل عمرك جيت الكنيسة تحفر في أرض الكنيسة تدور على كنز؟ خلاص كلنا فاهمين أن المعنى هنا مجازي، ممكن بقى تطبقوا الكنز ده هو المسيح والحقل هو الإنجيل زي ما قالها مثلا أوسطينوس، وتعالى إيه حفر في الإنجيل عشان تطلع المسيح. حلو، يبقى هنا واضح أنه المثل له مغزى معنى، لكن هو مش حرفي بذاته. الملكوت السماوات 10 عذارة، حد عمركم سمعتوا عظة مسيحية بتقول 10 عذارة دول 10 بنات بجد وأسمائهم فلانة وفلان؟
في حاجة اسمها كده. طول عمرنا فاهمين أنه دي حكاية يقصد بيها معنى السهر، الجهاد، زيت الخفاء ده، الروح القدس، المعاني الحلوة اللي احنا تربينا عليها. نقطة كمان، لو الناس بتقول أنه القصص مجازية أو رمزية فقط، تعالوا نشوف المسيح قال عنها إيه. لما المسيح بيقول اذكروا امرأة لوط، حد فيكم حس أن امرأة لوط دي قصة أسطورية؟ المعنى الجملة اللي بيقولها المسيح على طول انت تلقطها، اكيد دي ست حقيقية، وبيقول لك افتكر الست دي ليه؟ عشان ما تبصش ورا. يبقى واضح قوي ان احنا لقطناها صح، كلنا فهمنا المسيح بيتكلم عن واحدة ست حقيقية، لان دي احد المواضيع اللي بيسخروا منها. لا، ما هو اللي مش هيؤمن بالمعجزات هيسخر من اي حاجة، لكن مرات لوط دي ست حقيقية في التاريخ وما كملتش للسماء، هلكت. لما يقول كما كان في أيام نوح، دي حتة أدق ليه؟ طالما اتحطت أيام يبقى الحكاية أسطورية ولا تاريخية؟ أيام يبقى تاريخية على طول، يبقى نوح ده شخص حقيقي ما هواش مجازي. كما كان يونان في بطن الحوت، يبقى المسيح يقصد أن يونان ده شخص حقيقي، وطبعا الترجمة جو في الحوت هي اللي أدق. إذن حدش في الكنيسة بداية بالمسيح له المجد اعتبر أن القصص دي إيه؟ رمزية بأيضا. كما رفع موسى الحية، يبقى الحكاية دي مش أسطورة، كان موسى في البرية ورفع الحية وبصوا للحية وخفوا من اللدعة. يبقى واضح أن في لغة المسيح القصص لم تحتمل أبدا الأسطورية أو المجازية. الرمزية عند القديس بولس والقديس بطرس موضوع طويل، بس أنا هجري فيه. لما بولس ابتدى يتكلم في حاجات رمزية بحتة، وضح انه بيتكلم بالرمزية. بمعنى ايه؟ قال ايه في غلاطية 4؟ ده الاصحاح ده يعتبر اصحاح الرمزية الاساسي عند بولس. قال ابراهيم كان عنده 2، سارة وهاجر. سارة ترمز، قال كده ترمز، اذا سارة شخصية حقيقية، لكنها ترمز الى الوعد، الى الايمان، الى اورشليم السماوي. هاجر ترمز، هاجر شخصية حقيقية، لكنها ترمز للأرض، ترمز لسينا. ففي الآخر بيقول إيه؟ ده ابن الموعد وده ابن الجارية، وفي الآخر لا يرث ابن الجارية مع ابن الحرة. يبقى القديس بولس ذكر سارة وهاجر كشخصيات حقيقية وطلع برمز، طلع بمعاني. وضحت الفكرة؟ لما يقول مثلاً لأن هاتين، يقصد سارة وهاجر، هما العهدان. هل سارة هي العهد؟ لا، يقصد إيه؟ رمزية. أحدهما من جبل سينا الذي هو هاجر، وعشان يأكد فكرته يقول لأن هاجر، جبل سينا في العربية، يعني في اللغة هاجر تعني سينا. يبقى واضح أنه بيكلم هنا عن اليهودية اللي وقفت، لأنها تخص الجواري، عبودية العهد القديم، ولكنه يقابل أورشليم الحاضرة، حاضرة يعني الأرضية اللي في زمنه. لكن أورشليم العليا اللي هي رمزها سارة فهي حر. واضح أن الإنجيل لما عاوز ينقلنا من قصة حقيقية لمعاني رمزية بيبقى واضح جدا. كلنا شايفينها سارة وهاجر قصة مظبوطة جدا في التاريخ حصلت، لكن ليها معاني طبعا احنا بنستنتجها وفهمناها. لما القديس بولس مثلا أرى حكاية موسى والعبور، قال مش عاوزكم تجهلوا أبائنا، بصوا اعتمدوا لموسى، حط كلمة معمودية في حركة موسى وهو داخل البحر. واضحة؟ يبقى هو ربط بين حدث الخروج والعبور اللي جوه البحر، وده حدث حقيقي تاريخي، لكن اداله معنى الرمز بتاع انه ده إشارة للمعمودية في العهد الجديد. واضحة؟ آدم، هل آدم ده شخصية حقيقية ولا رمزية؟ بصوا بولس يقول إيه؟ آدم جبل أولا ثم حواء، ده عهد جديد. يبقى العهد الجديد جاب سيرة آدم عادي على إنه أول بني آدم اتخلق. طب يا بولس ده أنت راجل يعني علامة وفاهم، ما تقول إن حكاية آدم، لا هو مش حكاية آدم، هو آدم كشخص جبل أولا. يبقى كتاب عمره ما تعامل مع آدم على أنه شخص غير حقيقي.
طبعا لما بولس استفاض في شرح بإنسان واحد دخلت الخطية، والإيه الإنسان الجديد المسيح له المجد خرج الخطية والموت. صار آدم الإنسان الأول نفسا حية، يبقى آدم الإنسان الأول تحتمل أي مجاز؟ ده قاطعة، ده تاريخ. آدم هو أول إنسان على الأرض، ده تعليم الكتاب وتعليم الكنيسة. إذن فهم الكنيسة للحقيقة والمجاز، الخطورة إيه يا أحبائي؟ إن ده بيدخلنا كمان في دائرة موضوع الأسرار، لأنه إحنا مهددين من طوائف أخرى بالتشكيك في أغنى وأغلى ما نملكه، الأسرار، الجسد اللي تناولناه النهاردة. إحنا كلنا الصبح قلنا إيه؟ جسد حقيقي، مش كده؟ كلمة حقيقي دي تتقال عندنا إحنا بس، كنايس الرسولية التراديشنال، كنايس الجديدة ما تقولش ده. حتى لو عملت ميدة لا يمكن تستخدم كلمة حقيقي، لأن المجاز لما عالي قوي خلاص محدش هيصدق في السر، في التحول. وإحنا لما بنقول حقيقي لا نعني أنه فلاش، عمرنا ما أصابنا لحمة، لا، مدال المسيح قال جسدي مأكل حق، خلاص بنقول أمين، دمي مشرب حق، يبقى أمين. يبقى إحنا عندنا محاذير الكنيسة حطها لنا، مش كل حاجة تؤخذ مجازا، وإلا هتبقى مية المعمودية دي أي مية، لا، دي مية دي بتخلق، ده الجسد، ده جسد ابن الله المحيي، ده مش موضوع مجازي، دي حياتنا في الحتة دي. الغفران اللي ابونا بيحطه ده، الحل ده، ده مش مجازي، ده مش تصويري، مش تمثيلية، دي نزع خطية حقيقي، ده حل بالغفران اللي تحلوه على الأرض يتحل في السماء. يبقى احنا هنا بنميز بدقة كفكر كنسي، عشان احنا عارفين الشيطان هيلعب الناس بحيلة الايه؟ المجاز والرمز، عشان يحول أغلى ما نملكه إلى شوية رموز ومجازات ويضيع الكنيسة كلها. عشان كده مثلا يتلاقي واحد من الطوائف الأخرى يقول لك إيه، وتفرق إيه على إبني أنا باب الخراف؟ زي ما قال خدوا كلوا جسدي، قال أنا باب الخراف، طب فين الباب؟ على فكرة لما ترجع ليوحنا 10 هتلاقي إن المسيح قال ما فهموش هذا المثل، يعني المسيح ذكر إنه حكاية باب الخراف مثل، لكن في يوم ما اتكلم عن الإفخارستية ما جابش كلمة مثل أبدا، ده كان بيتكلم بمنتهى الإصرار، اللي مش هياكل جسد ابن الإنسان ومش هيشرب دمه مش هيبقى له حياة فيه، فلا تحتمل أي مجال للمجاز والرمز. لكن باب الخراف كل الناس كانت فاهمة، لأنه ضمنيا بيقول على الناس اللي واقفة إن هم خرفان، فيعني طبيعي إنها مفهومة إنها مجازية، ما كانتش محتاجة قوي يعني إنه. ومع كده قال في يوحنا 10 إنه في مثل في الكلام. أختم وأقول أزمة المجاز والرمز تدل على إن إحنا بنغازل الملحدين. الملحد يرفض تماما فكر المعجزة، فإيه اللي مصعب قبول فكرة المية تقف صور؟ هي فكرة إن أنا مش قابل إن يكون في معجزة. لو أنا قبلت إن ربنا بيعمل معجزات، المية تقف صور، يونان يدخل الحوت ويطلع، الفلك يمشي في البحر 150 مية، كل حاجة ممكن طالما صدقنا أن الله صانع معجزات. لكن تلاحظوا التنازل عن حقائق وقصص الكتاب هو أساسا تشكك في القدرة المعجزية لله، فلأن المواضيع شكلها إيه؟ مش مقبول عقليا، خلاص بلاش حكاية يونان والحوت دي، نقول ده كده وكده، لا، لأنك أنت حبيبي بقيت تشك في أن ممكن يحصل معجزة، لكن إلهنا إله معجزات. وبالتالي ما هو الإلحاد وصل أن المسيح ما فيش حاجة اسمها اتولد من عدرة، لأن ده كلام ما يدخلش الدماغ، بس احنا عارفين أن ولادته معجزية. القيامة، ما أكبر معجزة في المسيحية قيامة المسيح، فالملحدين مش مصدقين لأنها معجزة. فالتنازل عن الإيمان بالمعجزات هيشطب على الفكر المسيحي كله بعد شوي. احذروا من التنازل مجاملة للعقلانيين، لأن ده بيوصل لإنكار الإيمان. معلش طولت عليكم، بس أتمنى تكونوا فهمتوا شوية الناس المعترضين بيقولوا إيه.
بيحاولوا ياخدوا القصص ويحطوها في قولة دي أساطير. الكلام ده بيتقال في المدارس حواليكم، ودخل المدارس في مصر اللي بتدعي أنها مسيحية. فأولادنا ساعات يطلعوا اتقال لهم كده، عشان كده مدارس الأحد وبيوتنا لازم بسرعة تعالج أول بأول عشان نلحق الأفكار الغريبة اللي داخلة على مجتمعنا القبطي.